ماشي ان شاء الله. طبعا بعد اذنكم شباب، انا بتصل عن فادي عند اشرف السيد. اشرف السيد كونه موجود بروك السفوري، تمام. بس بدي اساله كم سؤال، يعني مين ساكن بالحي هون عليه حساب كبير، مثلا عنده اطفال بياخذ علب حليب؟ يعني هاي اضعف نقطه بالنسبه للفقير، خاصه اذا كان عنده اطفال صغار. فانا بتفجر عنده واشوف الخي، والاسماء اذا كانت موجوده انا ببعثها ونضيفها على الجدول اللي عندنا. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. يا شهيدا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء.